حصان خلص الصابر يا أيوب بكفينا قتل ودمار نفسي أعرف شو اللي صار صار خلص الصابر يا أيوب بكفينا قتل ودمار فرقت بين الأحبار شردتونا بكل بلاد راح يبقى راسي مرفوع نفسي أعرف شو اللي صار مخيم ده في حصار خلص الصابر يا أيوب بكفينا شردونا بكل بلاد فرقتوا بين الأحباب لو قالوا للهوى ممنوع رح يبقى راسي مرفوع